هدفي اوصل للناس بان ما فيش مستحيل، لازم يشيلوا هذه الجمله من دماغهم ويامنوا بالقدرات تاعهم، وما فيش حد حيجيب لك الحلم تاعك، انت اللي حتاخده. بحس انها مش حتنفعني ومش حتنفع اي حد. يعني اجي عندك واقول لك انا عندي ريكورد في كليمنجارو، ايه اللي حيفيدك لما اجي عندك ولكن اوديك رساله؟ لان مثلا اديك بان لو امنت بشيء ستصل اليه. انا اعطيك مثال، انا مشيت تنزانيا عاوز اسعد كليمنجارو وما عندي ولا واحد دولار. لو عاوز تسعد كليمنجارو يلزمك 1500 دولار، فانا حجيبها منين؟ زيد انا عاوز اسعد بعقل ازاي؟ فكنت انا واثق، الناس بتقول لي صعب، انا بقول لهم لا، انا عندي احساس انني ساسعد. فالتقيت بوزير السياحه، ممكن لكل انسان عنده طاقه ايجابيه وسلبيه، فانا الطاقه الايجابيه اللي عندي والايمان اللي عندي الروحي بانني ساصل الى ذاك المكان، يعني قمه كليمنجارو، فخلت الظروف وساعدتني عشان التقي مع وزير السياحه هناك اسمه حميسكي كانغوالا، وزير شاب تقريبا في الاقل من 40 سنه. فخمس دقائق حتى انا لسه ما كملتش كلامي، قال لي يلا روح يا عم امشي. فمشيت كليمنجارو. مين ثاني شجعك زي الوزير؟ في وزير النقل في جزر موريس. كنت انا ماشي في الطريق ومسكتني الشرطه، قالوا لي ممنوع تمشي في الطريق. قلت لهم اوكي ودوني، يعني القانون تاعكم، انا ما شفتش ولا لافته في الطريق في الهاي واي. ممكن هما ما بيركبوش عقل، فما عندهمش الثقافة كتير، ما عاملينش إشارات. فسكت، قلت له أوكي وريني وأنا أمتثل للقانون، ما عنديش مشكل. فرحت تليفون بيرن واحد قال لي بالإنجليزية what do you doing in my road، ماذا تفعل في الطريق بتاعي؟ أنا بضحك معاه، قلت له بعد عني أنت وطريقك، أنا مشغول الآن مع الشرطة. فرح قال لي تيجي عندي العنوان ده. فأنا قلت له أوكي لما أكون عندي وقت ودماغي رايقة حمشي عندك. قال لي أوكي أوكي. فرحت انا عند مغربيه قلت لها في واحد اداني العنوان ده، قالت لي ده وزاره، حيكون شخص في الوزاره. فمشيت وجدت وزير النقل، فرحب بي واعطاني كثير امتيازات هناك. وفي كثير ناس سواء سياسيين سواء ناس عاديين. في مثلا واحد رياضي في تنزانيا ساعدني كثير، وزائد الناس اللي انا كل يوم اصلا بحمل معي الماء فقط، حتى الماء انا باخذه مع عند الناس، يعني كل شخص بسلم عليه او باخذ من عند الماء هذا ساعدني. كل شخص ابتسم في وشي، كل شخص اللي يعني مجرد سمع الكلام انا بتكلم معاه واداني وقت ساعدني، مش بالشرط يساعدني ماديا او في وثائق او شيء، يسمعني او زيكم انتم الان، فانا بتديني طاقه، تديني انرجي، نيو انرجي.